الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده الاثنين، كل سنه وانتم طيبين. انا مش صايمه الحمد لله، بقى مش صايمه. هو جالي حبيبتي بقى من دانوب، حبيبتي ام عمرو، مدرسه في مدرسه مدرسه دانوب. عايزه مدرسه بنوك كلها تجي. ام عمرو عندي اهو، كلها تيجي. بصي، مدرسه بنوك كلها تيجي. تم مدرسه ابتدائي ولا اعدادي؟ ابتدائي. حلوه انت تتكلمي يا اختي، ما تقوليش مذيعه. شكلها كده بتذيع في ال... شكلها بتذيع في يلا في ال... في الطابور بتاع الطابور. شكلها كده بتذيع. بصوا بقى، ام عمرو جت عندي وقلت لها خشي على ما مشي الزبون ده، هو سخن الرنجاي. بوظت الرنجاي. بصوا ام عمرو بفشل. بصوا ليه بس كده؟ يرضيكوا؟ ليه بس كده؟ تقوم قايله لي الرنجة بس طعمها حلو حلاوي. ها؟ طلعت صعبة تروح. مش انت اللي قلتي سيبيها؟ طلعت حلوة يا أم عمرو، تسلمي ايدي، ما طلعتش فش. طلعت حلوة يعني. والنبي عشان خاطرنا عايزة آكل يا ولاد. كل ما أجي آكل يا جاي زبون. مش جايين بقى. جايين هنا؟ جايين هنا؟ طيب. ومصعب جايين. يعني ينفع يعني. المهم. المهم من الاربعاء ده، من الاربعاء عشان انا عازماها بقى هتاكل فسيخه ب 30 جنيه فيها عليها فسيخه صغيره. انا قلت بقى ايه، اعزمها على فسيخه واحده وعشيه لها ارنج جاي. لا يما، يا حبيبه قلبي يا حبيبتي بقى، بصير عليها كده كفايه عليها فسيخه صغيره. الصراحه حلو ام عمري حبيبتي، بحبها بموت فيها والله، بس هديها فسيخه صغيره بقى. بصي عماله تقولي طب كبيره بس اللي مش محضره. كانت عايزه واحده كيلو بس انا ما رضيتش. بصي يا حبيبتي ركز كده، ما تجيبش الكاميرا عليهم يا دي سايحه خالص اهي. عايزه اسيح؟ تعالي كده، تعالي ما يهمش، وانا افتح لها ست واحده ثانيه. وضحت بيه؟ لا ما دوق، مش لا دوق. لا يا ست دوقي. لا مش هدوق. ما يمش هعدي له واحده ثانيه. طب ايه رايك في ده؟ في اسيح بقى عندي في البرميل من كده. اسيح عندي في البرميل، اسيح من كده. بصي يا، مش شايفه الدنيا اللي فيها؟ لا حلو في اسيح. ايوه في ايه؟ لا عايزه اسيح. اسيح هجيب لك اسيح. ماشي. دي عايزاه بقى ايه، من اللي هي النون يا جماعه، اللي هي السايحه 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 اللي كده اللي بتتشاف. دي عامه حلوه جدا. ايوه دي بصي سايحه وفي نفس الوقت بتطلع نسيره معاها. لا تمام ماشي. على العموم بقى، صاحبتي ايام بتاكل في البتاع.